السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في السمارت جريدز، والحين نتكلم على السكادا سيستم بشكل عام. طيب ايش اللي بنتكلم فيه في السكادا سيستم؟ الان الجريد ميجرمنت اند الارمز ار وات وي ريفير تو از سكادا سيرفيسز. يعني هذا لما الميجرمنت اللي عندي والالارمز في السيستم هذه بنسميها السكادا سيرفيسز. السكادا اللي هي سوبرفايزر كنترول اند داتا اكويزيشن، ايش بتعمل؟ هي بتعمل داتا اكويزيشن كونديشنينج اند مونيتورينج، اف ايفنت او ديستربنس ديتكشن اند الارمينج، يعني لو حصل اي ديستربنس او اي حدث حصل بتعمل له ديتكشن وبتعطي الارم. داتا لوجينج، يعني انا بخزن الداتا وبحافظ عليها. ريبورت جنريشن، بتعطيني تقارير. وريموت كنترول اوفر النتورك. الان لما بتكلم على سكادا انا بتكلم على الكومبينيشن اوف تيليمتري اند داتا اكويزيشن. التيليمتري هي عباره عن الميجرمنت، لما نتكلم عنها السيرتن ميجرمنت او ديجيتال ميجرمنت اوفر الكوميونيكيشن نتورك. الان داتا از فيرست كولكتد ات الريموت سب ستيشن اللي عندي، والسب ستيشن اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي المحطات تبعت الرئيسيه. مثلا عندنا احنا في غزه اذا بنيجي بنطلع عندنا السب ستيشن موجوده واحده في الشمال وواحده في الجنوب وواحده شرق الشجاعيه وواحده عند محطه التوليد في الموجوده عندها. الان هي يمكن زياره ان شاء الله بتقوموا بزياره لهذا المواقع وبتشوفوا ايش كيف ايش السب ستيشن وايش موجود فيها وكيف تشتغل وبعض مكوناتها في هذا المجال. These sub stations serves as hubs in the energy system. They can ايش هم موجود فيها؟ transformers وswitching equipment وprotection relays and variety of sensors to monitor these devices. يعني حتلاحظوا موجودة transformers كثير، switching switches في كل مكان، وريليز في هذا المجال، وبعض السنسرز لا نقوم فيها. الآن الداتا is delivered كيف؟ عبر يا إما radio communication يعني أو cables الموجود. لو إلا control location called the control center اللي عندي. الكنترول يعني في الكنترول سيستم الداتا هذه من السب ستيشن بصير لها معالجة على أساس إيش؟ في الأول وفي الآخر detect the instability أو الفولت اللي بيحصل في السيستم. لو الفولت يعني detected بصير على طول بتعطي alarm على أساس تنبه الموجودين إنه في مشكلة عندي. لو في disturbance الآن الأوبريتر at the control system بياخذ الإجراءات الكنترول اللازمة على أساس إيش؟ إنه يتغلب على او يعالج هذه الماتيجيت المشكله اللي حصلت. الان في عبر كل هذه العمليات الداتا الموجوده اللي بتطلع هذه دائما بيتم تخزينها، فهو السكادا سيستم بيخزن كل البيانات المعطاه عنده. الان بعد الديستربنس ايش بيصير عندي؟ بتقدر تاخذ تقرير، بيتم اصدار تقرير، فهذا بيتم فحص ايش اللي سبب الفولت وكيف ايش يعني فاسيليتيت بروبر بيلينج اللي هي التكلفه كيف بدها تتم بهذا البناء على هيك. الان عاده الاكشن اللي بحصل فيها والمونيتورنج والكنترول هذا كله هي بنعمل من سنترلايزد لوكيشن، وهذا عاده المكان بيبقى امن سكيور اند افيشنت واي. ليش هذا المكان اللي بيبقى؟ لانه هذا مهم جدا، لانه هذا بيمثل امن البلد زي ما حنشوف لاحقا. الان السيستم اركيتكتشر ايش بي عندي؟ سنسور ديفايسز، ممكن تكون هذه انالوج او ديجيتال، تبقى هذه مشبوكه بتعطيني الداتا بتوصلها لبي ال سيز، والبي ال سيز بتاخذ الكنترول الموجود وبتبعته عبر الديجيتال بروتكشن اند كنترول ريليز. الان في عندي بيبقى موجوده انتليجنت
انرجي ديفايسز. الانتليجنت انرجي ديفايسز هذول ايش شغلتهم؟ شغله انتليجنت الكترونيك ديفايسز. الانتليجنت الكترونيك ديفايسز هذول مالتي فانكشن ديجيتال بروتكشن نود اللي عندي. فهم هذول بياخذوا يعني المعلومات اللي عندهم بيوفروا الحمايه اللازمه. الان هم البي ال سيز وال اي اي ديز هذول بيبقوا موصلين على ريموت تيرمينال يونت الار تي يوز عاده. هذول سنترلايزد كمبيوتر سيستم لوكيتد ان ايتش سب ستيشن. هذول عاده بيبقى فيهم ديسبلاي. الديسبلاي هذا بتعطيني الميجرمنت والديتا تبعت السنسور بتبين لإيها. طبعا هذا كل العمليات بتبقى موجودة مشبوكة مع مين؟ في كوميونيكيشن نتورك بشكل عادي. الآن الكوميونيكيشن نتورك اللي بنتكلم عنها هذه بتبقى at يعني ends at the master terminal unit ال MTU اللي عندي. وال MTU is located in a central control center. وهذه ايش بتصير لها؟ collect process measurement data from several RTUs اللي عندي. final control system هذا السنتر ايش موجود فيها؟ في عنده human machine interface وفي عندنا هذا عشان الشخص الموجود هو اللي بيطلع على الاشارات وبيقدر manual control النتورك الموجودة عندي اللي في الاول في الاخر هو اللي بياخد القرارات. So what does SCADA control look like? Well, it's probably imagine a room, غرفة بتبقى مليانة بشاشات وفيها alarms and data. Large displays are monitored by human operator. عندي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع يعني هذه موجودة. وهذه قلنا الغرفة والمنطقة هذه تبقى highly secured facility لأنه هذه بتمثل أمن وطني للبلد في هذا المجال. طيب السكادا ايش ميزتها؟ كان eliminate the need of personnel at remote substation. الريموت substation عادة فيها محولات فيها حاجات يعني منطقة خطرة لو اي انفجار فيها او اي شيء بتسوي يعني خسائر ارواح هذه بتشيلها. ال IEDs ال intelligent electronic devices هذول can monitor remotely over can be monitored remotely over a communication network. يعني هذه بتتم فيها SCADA ايش مور يعني بتعمل system more efficient by allowing a system operator in central control room to monitor and control equipment status اللي عنده وبعمل perform switching action even have an eye on the process parameter. SCADA enable the system designer to implement an application that can grow with يعني هذا ايش SCADA is scalable. بنتكلم طلع عليها من العيوب تبعتها slow لانه بتاخذ وقت اللي عندي لما تعمل detection وتاخذ بتبعت corrective control عشان manual the operator can take some time. عادة هذا بتاخذ دقائق نتكلم على هذا المجال. الآن لما نتكلم على SCADA بروتوكول، البروتوكول هو إيش؟ هو عبارة عن قواعد لكيف يتم التواصل في هذا المجال. عندي يمكن أنتوا حاليا في المختبر بتشتغلوا على المود باس، في عندي البروفي باس وفي عندي الدي ان بي 3. هدول يعني أنواع مختلفة من الباصز الموجودة وهذه variation من الموجودات وحنتكلم عنهم كمان شوية. مثلا هذه بنتكلم عليها الـ IEC 60-80-870 هذا اللي بنتكلم عليه 5 بنتكلم عليه 101 ل 104 هيك اللي بنحكيهن لأنه هو هذا باختصار بنعرفها الـ 101 وهذه الـ 103 وهذه الـ 104 في هذا المجال. هذه بتستخدم uses a local serial point to point connection بينما هذا بتستخدم TCP IP WAN stack. الآن هدول المودي باس والبروفي باس هدول إيش هما؟ Classical Industrial Protocol وهدول شعبيات كتير. لاحقا اجى عندنا دي ان بي 3 تقريبا ريبليست المودي باس بيكوز اوف ماني اديشنال فانكشناليتي اضيفت له. بعدين اجى لنا
ال اي اي سي 6875 زي ما حكينا with its variation اللي هي ال 101 وال 104 options, وال communication between the centralized unit and remote substation uses ال 103 protocol for data exchange with different protocol and control devices. يعني هدول بشكل عام لايش هم مستخدمين. الان اللي عند الثلاثة الاخرانيات اللي هم هدول بنتكلم عنهم, هدول عادة بيجن مع, يعني هذا بيجي مثلا مع traditional SCADA protocol اللي هو 61850, or in fact it is a group of 10 sub standard الموجودين عندي. كل واحدة من هدول طبعا بدها مساقب كاملة او بدك اقل اشي يعني محاضرة كاملة عنه او اكثر لتعرف فيه. الـ IEEE C37.118 for synchro phaser measurement unit, وها هنعرفها كمان شوي. والـ IEEE 1588 اللي هي بنسميها الـ Precise Time Protocol أو PTP for Time Synchronization. الآن هنعرف إيش بنحكي فيها. الموديباس هذا developed in the 70 for industrial environment. It has limited functionality, does not support proper time stamping of messages. يعني المسجز اللي عندي هدول are time stamped when they are received but not when they are generated. يعني في إشكالية فيها, يعني لما نسوي بختموها بالوقت اللي عندي. DNB3 replaced المود باس اللي عندي, allows peer-to-peer communication. هذه allow time synchronization of different devices and introduces proper time stamping measurement. يعني هذا عالجت لي الموجودة. برضو DNB3 introduce الـ acknowledgement of messages. يعني الباكت are not, لو الباكت ما صارش لها transmission بتضلها تعطي فرصة انها يعاد الـ transmission تبعها لحديث ما تصل فيها. DNB also support the unsolicited reporting of critical event. يعني لو صار اي حادث على طول تعطيه بيوريتي وبتخليه يتم الارسال. Original mode bus operate in a way that it takes all the registers of measurement and send them all even if they are no change. يعني هذا ايش اللي بتحصل, انه الاوريجينال مود بلس كل الداتا الموجودة عندي بتم ارسالها سواء في حاجة الها او تغيرت او ما تغيرتش بتم الارسال. الان هذه بتعمل congestion على النتورك, بينما DNB3 ايش اللي بيحصل فيها, send لما يصير في change. لو ما فيش change بتعطي الاشارة انه ما حصلش change في هذا المجال. الآن الـ Communication Protocol 101 والـ 104, 101 runs over serial زي ما حكينا, بينما الـ 104 بتستخدم إيش الـ TCP/IP stack, and in terms of functionality they are very similar لمين للـ DNB 3. الـ advantage عن هدول إيش, it implements three different message queues called classes اللي عندي. يعني بتعمل prioritize للmessages or have different reporting period. يعني بتعمل المسج من البيوريتي الأولى والثانية والثالثة في هذا المجال. الآن الـ IEC 6875 protocol suite had uses only one data type per message. يعني لو أنت بدك تعمل request multiple measurement بدك تعمل لكل واحدة request لحال في هذا المجال, بينما الـ DNB3 can do it in وان مسجد كلها هيتم بيعملوها مسج واحدة, فهذا مور نتورك فريندلي. يعني زي ما حكينا بت بت بتولدش كونجكشن على النتورك. الـ IEC 6875 protocol suite اللي عندي is popular وين, في يوروب and the middle east في هذا المجال, بينما هذه popular الـ DNB3 في نورث امريكا و استراليا, حتلاقيهم شعبيتهم اكثر. الـ IEC 6087 substandard is 6, also known as ICCB. هذا بتتعامل مع الـ Inter Control Center Protocol. بناخذ بريك وبنرجع ان شاء الله بنوفي في الـ Substation.